ناخذ فيرست اوردر فلويدك سيستم. في طبعا عندي سكند اوردر فلويدك سيستم، بس حاخذ انا هون سيستم ابسط اللي هو تانك. تانك ويز ان اوريفيس. اوريفيس يعني في فتحه، في فتحه في هذا التانك بتسرب منها السائل. ففي عندي تانك، تانك فلويد، خلينا نقول تانك مي. هون في اوريفيس، هون السائل عماله بيطلع منه. في عندي مستوى معين، وخليني افترض بالحاله هاي، اظن بالحاله هاي انا مهتم اني اتحكم بالارتفاع اتش اوف تي. نفترض انه هذا الارتفاع اتش اوف تي، هذا ارتفاع التانك، المي في التانك. راح افترض انه اتش اوف تي هاي النقطه هي نفسها هاي النقطه تقريبا. هون طبعا هاي لها ثيكنس. وهون راح افترض، هلا في شيء مهم راح افترضه، نوع الفلو ممكن يكون لامينر فلو، ممكن يكون تيربلنت فلو. لامينر فلو وتيربلنت فلو. لما السائل بيمشي في انبوب، اذا كان بيمشي لامينر فلو راح يكون كانه عماله بيمشي، كانه في عندي رينجز او انابيب، سرعتهم بتختلف عن بعض. مين بيكون اسرع شيء بالفلو؟ اللي في النص اسرع شيء لانه بعيد عن المحيط، بس الباقيين سرعتهم اقل واقل واقل. اوكي ماشي، اخذتوا اللامينر فلو، لامينا الصفائح يعني. فالفلو هون لامينر مش تيربلنت، ما عم بدخلوا في بعض هون، كانهم مرتبين، كانه على فكره في انبوب خارجي، كانه في رينج خارجي ورينج بالنص ورينج بالنص بعدين. نعم، مش بحطوا له انابيب صغيره عشان يصير انسيابي اكثر؟ ممكن، ما بعرف انا مش تخصصي يعني، بس انا اللي بعرف انه في لامينر فلو بكون كانهم صفائح عمالهم بيمشوا. عارفين الصفائح؟ هذا اسمه لامينر فلو. لكن ممكن يكون عندنا تيربلنت فلو. تيربلنت فلو ما بيكون مش متسق لهذا، يعني الفلو عشوائي بسبب، عادة بيكون بسبب هاي ضيقة من هون. احنا راح افترض هون انه عندي لامينر فلو، والسبب هلا راح تشوفوا ليش. باللامينر فلو راح افترض انه الفلو اللي موجود هون اللي بخرج من التانك بتناسب مع البريشر اللي موجود عند النقطة هاي. ماشي واضح؟ رح افترض انه الفلو اللي موجود هون بتناسب مع البريشر. هذا اذا كان لامينر فلو هذا صحيح، اذا كان تيربلنت فلو الفلو اللي موجود هون بتناسب مع جذر البريشر. اوكي، هذه ظاهره من الهيدروليكس من الثيرمال بتاعته، بس احنا هون حتى نبسط الحسابات اللي موجود هون رح افترض انه السيستم لينير. فرح افترض انه عندي هون لامينر فلو مش تيربلنت فلو، فرح افترض انه الفلو اللي طالع من هون بتناسب مع البريشر اللي موجود هون. طب البريشر اللي موجود هون مع ايش بتناسب؟ مع اتش اوف تي، لانه البقيه كونستنت. انا في عندي هون فلويد له دنسيتي رو، وفي عندنا جي، بقدر احول من جي، مش هيك؟ بقدر احول من جي ورو واتش لبي، مظبوط؟ التحويل بصير عندي البريشر بده يساوي الفورس على الاريا، مظبوط؟ الفورس تبعت هذا بتساوي مساحه القاعده ايه؟ مضروبه في الارتفاع اتش اوف تي. واتش اوف تي حطيناه هون از فانكشن اوف تايم لانه متغير. اي اوف تي ما حطيته اي اوف تي لانه هو كونستنت، مش هيك؟ القاعده كونستنت مضروبه. اذا ضربتها الان في رو، هذا فوليوم مضبوط. ايش وحده الفوليوم؟ كيوبيك متر. اضربه في كيلوغرامز بير كيوبيك متر، شو بعطيني؟ كيلوغرام. اضربه بجي بعطيني 4 نيوتن. اقسمهم على ايه بتشطب مع ايه، لذلك البريشر ما بيعتمد على مساحه القاعده، فهذا بيعتمد على رو جي اتش اوف تي. اذا كان هو بتناسب مع البريشر معناها كمان هو بتناسب مع اتش، مضبوط؟ لانه البقيه هون كونستنت. هلا بدنا نحط المعادله. هلا هون انا اذا حطيت هيك بس السيستم ما فيش عندي شيء، ما في، مش رح يضل عندي سائل من هون. فانا حتى اعوض السائل الموجود هون راح احط انا هون سنترفيوجال بامب، والسنترفيوجال بامب بتاخذ من تانك موجود هون مثلا. حتى هاي اذا بدك تنزل هذا الليكويد هون عشان تسترجع مره ثانيه. اوكي، هاي نفترض عندي السنترفيوجال بامب، بشغل المضخه، هدفي اتحكم في اتش اوف تي بدقه، فالاوتبوت تبعي هو اتش اوف تي. فالاوتبوت هون تبع هذا السيستم هو الهايت تبع الفلويد اتش اوف تي. ايش الانبوت اللي بقدر اتحكم فيه؟ هاي الاورفيس ما بقدر اغيرها. انا بقدر اتحكم بالفلو عن طريق المضخه، والمضخه هاي نفس الشيء، كانت تحط دي سي موتور اذا بدك، والدي سي موتور تحط له بي دبليو ام او باور الكترونيك ديفايس، بصير تغير بسرعته. والنظريه بتقول انه التغير في سرعته، الهيد هون عندي ثابت، التغير بسرعته راح يغير الفلو، فراح يصير عندي فلو يزيد الفلو او ينقص.
راح اعتبر هذا الفلو كيو ان اوف تي، وراح افترض هذا الفلو الاوتبوت هو كيو اوت اوف تي. وهون عندي طبعا هاي مساحه القاعده، بدل ما اسميها ايه راح اسميها سي، راح تشوفوا ليش. هي نفسها الاريا، الاريا بس راح اسميها سي. فمساحه القاعده ايش وحدتها لازم تكون؟ سكوير متر، مش هيك؟ متر مربع. فعندي هون مساحه القاعده متر مربع، بس ارمزها بالرمز سي بدل ما ارمزها بالرمز اي. نفس الشيء راح افترض هون انه مقاومه التدفق راح ارمزها بالرمز ار. نعم، قارنها بالالكتريكال، بدي افرجيك انه ار سي بتطلع كانها ار سي بالحاله هاي، كانه عندي كانه هذا الكتريكال ريزيستر بيشبه الالكتريكال ريزيستر، وكانه هذا كاباسيتر. اوكي طيب، هلا بدنا نكتب المعادله التفاضليه. اذا فيرست اوردر سيستم راح يطلع عندي فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، مزبوط. طلعوا لي على هذا التانك، هذا التانك ارتفاعه بزيد بايش؟ بوجود ان فلو، وارتفاعه بنزل بوجود اوتبوت فلو. هلا وحده، خلينا نطلع على وحده كيو ان، ايش لازم تكون الوحده هاي؟ الوحده الصحيحه للفلو هلا فوليومتريك فلو، مش ماس فلو، فوليومتريك فلو. الفوليوم ايش وحدته؟ كيوبيك متر بير سكند، وهذا كمان وحدته كيوبيك متر بير سكند. الهايت هون راح يكون ارتفاعه متر، سي وحدتها اي سكوير، وار هلا بنشوف ايش وحدتها بتطلع معنا. اذا هذا عندي هون متر. هلا المعادله التفاضليه بدها تقول انه التغير بالفوليوم as a function of time، the rate of change of volume as a function of time، بيساوي هذا الفلو ماينس هذا الفلو، مزبوط. فعندي خلينا نحطها فوليوم، اذا بتحبوا هون نحطها فوليوم اوف تي. rate of change of volume بيساوي كيو ان اوف تي ماينس كيو اوت اوف تي، مزبوط. conservation of volume او conservation of mass، مزبوط. بس انت في شو بتساوي؟ h of t في ايش يا محمود؟ في c. فهاي بتساوي h of t مضروبه ب c بتساوي q in of t minus q out of t. من هون الدوت بدخلها جوا، بصير عندي هون h dot في c اللي هي constant q in of t minus q out of t. نعم. مش c m تربيع صح؟ m تربيع، ماس تربيع، في area يعني. نعم صحيح. 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 القاعدة كاملة ولا معها اللي بيطلع منها؟ هذه مهمل، هذا مهمل هون، احنا المفترض القاعدة ماخذ القاعدة هاي. متر سكوير في متر راح تعطيك؟ متر كيوب. متر كيوب، بس هون لاحظ انه احنا اشتقينا فصارت بير سكند. فمتر كيوب بير سكند بتساوي؟ كمان متر كيوب بير سكند، مش هيك؟ هلا احنا جاهزين هون نفترض، راح افترض الانيشال زيرو انيشال كونديشنز عشان ما اغلبش حالي بالهاي، فراح نكتب هدول المعادلات. هلا صار عندي هاي، اذا اخذت h dot of t بدها تساوي هدول مقسومين على c. راح اخذ الان مشتقة h of t. في عندنا معادلة ثانية مهمة، بدنا نطلع العلاقة بين q out of t و h of t. مش في علاقة بين q out of t و h of t؟ فكر فيها إذا بدك، كأنه هذا فولتج، كأنه هذا كرنت، وكأنه هاي ريزيستنس، مظبوط؟ ايش العلاقة؟ هذا ايش سميناه بالكهرباء القانون؟ اوهمز لو، اللي هو V بتساوي I في R، أو الأحسن إني أحطه I بتساوي V على R. هي V وهي R. هلا في أنالوجي تانية بتاخذ البريشر، بس ما فيش مشكلة، بس بتصير تتغير اليونتس تبعت R. فإحنا رح ناخذ H على R بتعطيني الأوتبوت فلو، بس بتغير اليونتس وقتها تبعت R. فإذا حطينا المعادلة الثانية، المعادلة الثانية بتقول العلاقة ما بين H و Q out، عندي H of T رح أفترض إنه H of T بتشبه الفولتج، بقسمها على R، لسه ما بعرف ايش اليونت تبعت R، رح تعطيني Q out of T. فاحنا قلنا الفلو هاي صحيحة ليش؟ لأنه ايش نوع الفلو اللي فرضته هون؟ لامينر فلو. لو انه كان تربلنت فلو كان هاي بتتناسب مع جذر H، لأنها بتتناسب مع جذر T، بأي كونستنت، رو والأشياء الثانية كلها كونستنت. طيب نذكر حالنا مين الأوتبوت؟ H of T، مين الإنبوت؟ Q input of T. إذا أنا مين بدي أتخلص منه؟ هلا بامكانك تطلع علاقه بين كيو ان وكيو اوت. خلينا نشوف انا هذا بالسؤال هون بطلع، لا انا بدي اطلع هون العلاقه بين كيو ان وكيو اوت، اسف. بامكانك تحلها بالطريقه الثانيه، بس انا حطلع علاقه الان بين كيو ان وكيو اوت. فانا هون الاوتبوت هو كيو اوت، بامكانكم تحلوا بالطريقه الثانيه، حتى اذا بدكم حطوا اساينمنت واكتبوا عندكم تحلوها بالطريقه الثانيه، يعني تفترضوا انه الاوتبوت هو اتش اوف تي. هلا مين المنطق اكثر؟
السيناريو اللي منطقي اكثر وله معنى اكثر اذا اتحكم بمين الاتش اوف تي ما لهاش معنى اتحكم بالاوتبوت بس انا هون لاني حالل هذا السؤال هذا اجى سؤال امتحان حله بهاي الطريقه راح نحله بهاي الطريقه بس هو المنطقي اكثر اتحكم بالليفل يعني بيجي صاحب المصنع بقول لي والله يا ايش اسمك انت بني عطا تعال بني عطا مهندس تعال اشتغل لي بدي ترتب لي هذا السيستم وتصمم لي كنترولر انا هذا بهمني السائل هذا في ماده كيماويه او شيء او ايثانول او بعرفش ايش بهمني اتحكم فيها بشكل دقيق هلا هون عمالنا بنسحب عماله بيطلع عندي السائل مجبر انا هذا السائل يطلع عماله بروح على بروسيس ثاني بدي منك تصمم لي كنترولر يقيس الارتفاع هون ويغير سرعه المضخه هاي بحيث انه يحافظ على الليفل وذين مثلا بلس ماينس 5 مليمتر اوكي فايت ميكس مور سنس اني اتحكم ب اتش اوف تي بدلاله كيو اوف بس احنا راح نعملها بهاي الطريقه اذا انا بدي اتخلص من هدول اذا محل اتش اوف تي راح احط راح اضرب ار هون وبعدين انا بدي احط محل اتش دوت راح تكون هذه كيو دوت فمحل اتش دوت ايش بقدر احط الان بعوض هاي المعادله زي ما هي فبتصير عندي كيو اوت دوت اوف تي في ار بتساوي كيو ان اوف تي انا عملته هيك عشان افرجيكم الار سي وهاي ماين وهلا السي اللي هون بقدر اضربها بتصير هذه ار سي وهاي بتساوي كيو ان اوف تي ماينس كيو اوت اوف حتى اكمل شو بدي اعمل الان راح انقل هاي على الجهه الثانيه هون فبتصير عندي كيو دوت اوت اوف تي في ار سي بلس كيو اوت اوف تي بتساوي كيو انبوت اوف تي نفترض الان انه كيو اوت ات زيرو تايم بتساوي زيرو عشان اقدر اخذه بناخذ الان لابلاس ترانسفورم بصير عندي كيو اوت اوف اس جوا بضل عندي واحد زائد ار ار سي اس بتساوي كيو انبوت اوف اس فصارت الترانسفير فانكشن هي جي اوف اس بتساوي واحد على واحد زائد ار سي اس سيستم ايش الاوردر لهذا السيستم؟ فيرست اوردر سيستم البول لازم يكون بوزيتيف مش يعني نيجاتيف لانه هدول بوزيتيف الار بوزيتيف ما في نيجاتيف ريزيستنس ولا في نيجاتيف كاباسيتنس فبصير البول ماينس واحد على ار سي فالبول لهذا السيستم راح يكون هون ماينس واحد على ار سي فيرست اوردر سيستم على فكره هذا السيستم اذا بدك تسرعه او تحسن الريسبونس تبعه لانه الريسبونس تبعه هذا يكون فيرست اوردر سيستم مضبوط لو اعطيته ستيب فانكشن ايش راح الريسبونس تبعه يكون مضبوط بالاوبن لوب مضبوط مش هيك اخذته الفيرست اوردر سيستم بس اعطيته ستيب فانكشن طب لو بدي اخليه يصعد بسرعه اكثر شو بقدر اعمل؟ زيد التايم كونستنت كيف بدي اغير التايم كونستنت؟ زيد ار سي ما بقدرش العب في ار سي التانك اعطاك يا صاحب مصنع قال لك ما تقرب عليه لا تحرك لي القاعده ولا تحرك الاورفس بقلل الاتش لا ايوه تمام بس بدي شيء علمي اكثر كنترولر تمام ايش الكنترولر؟ ايش نوع الكنترولر بحطها؟ ايش ابسط نوع كنترولر؟ بي شو راح تعمل في الروت لوكس؟ ايش عم بيصير بالتايم كونستانت؟ عم بتزيد الفريكونسي فالتايم كونستانت بقل، شو بصير بالريسبونس تبع السيستم؟ هاي احد طرق تسريع الريسبونس فبتزيد سرعه المضخه، مين قال سرعه المضخه؟ هذا هو اللي راح يصير، بس طبعا بدنا نفترض انه المضخه مبنيه فيها سايز بتقدر تزيد سرعتها. احنا هذا نظري هون من ناحيه عمليه بنيجي على المضخه بتقول لي والله المضخه واصله اعلى سرعه لها ما بقدر ازيدها اكثر من هيك بدي اكبر المضخه اجيب مضخه اكبر وقتها بقدر ازيد الريسبونس احسن الريسبونس تبع السيستم اوكي ماشي واضح